ومواقف أخرى، السيول اللي كانت في أسوان، وهناك الآن العمل جاري على إعادة بناء المنازل التي هدمت وتضررت، وهنشوف تم نقل الناس فين. سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الخير سيادة المحافظ. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك وبالمشاهدين. اهلا بيك، قول لي ايه الاخبار، العمل جاري فين دلوقتي، عملتوا ايه في الناس التي تضررت منازلها؟ حضرتك طبعا احنا تم الحصر لكل المناطق اللي تم فيها حصل فيها انهيارات للبيوت او انهيار جزئي، وتم تكليف الجمعيات اللي هي بتتعاون معانا مع التضامن الاجتماعي بالاضافه للمحافظه. احنا طبعا يعني كل الجمعيات بالكامل اللي قادره تعمل معانا المجهود بنرحب بيها وتشتغل معانا. ما كانش احنا طبعا انت عارفه ان احنا دوله قويه قادرين ان احنا نعمل كل ده، وده اللي حصل فعلا على ارض الواقع. بعد ما تم الحصر طبعا في توجيهات من السيد رئيس الوزراء ان كل البيوت اللي تم انهيارها او فيها انهيار جزئي داخل مخرج السيول لن يعاد تاني العمل عليها. ده دي نقطة مهمة جدا، ان احنا عايزين لما نرجع الناس ما نرجعهمش في الاماكن اللي هي خطرة. بالضبط كده يا فندم، احنا عندنا دلوقتي اكثر من 504 وحدة سكنية، اسكان اجتماعي على اعلى مستوى، مفروش فرش كامل، غرفتين وصالة، يعني متقفلين بشكل محترم جدا. وعايز اقول كمان ان حجم الفرش اللي فيهم والامكانيات اللي في الغرف او في الوحدات السكنيه على اعلى مستوى. فاحنا طبعا بس الناس ما كانتش موافقه يا فندم انها تروح. اذكر في مكالمتنا اللي فاتت حضرتك قلت لي الناس مش عايزه تروح هذا المكان، عايزه تعود الى منازلها مره اخرى. طبعا بيحصل تغيير في المفاهيم لما بيروحوا يشوفوا بنفسهم، بيشوفوا مستوى وبتشوفوا اللاندسكيب بتاع المكان وبيشوفوا حجم الخدمات المقدمه اليهم. بدات الاعداد بتزيد، يعني كنا اعداد بسيطه لا يتعدى ال 8 ثم ال 12، النهارده وصلنا ل 83 اسره. 83 اسره، ده رقم. الاعداد بتزيد واللي بيروح هناك بيبلغ بيقول احنا شفنا ايه. في نفس الوقت كان في توجيهات برضو ان احنا يجيب بعض المواطنين ونوديهم يشوفوا بنفسهم من خلال المنبثات الخاصه بينا، وفعلا بعتناهم وشافوا وبدات في عندهم قناعات. لكن من خلال برضو برنامج حضرتك بنؤكد على جميع المواطنين اللي كانوا بانيين في اماكن مخرات سيول ان يعني مش هيتم تاني اعاده البناء، وبالتالي في منهم او مش منهم، في بعض بيوت موجودة وليها قرارات إزالة، فبالتالي برضو لن يتم البناء على أي بيت وله قرار إزالة. وبنقول لهم إن الوحدات السكنية جاهزة وإحنا جاهزين بإن إحنا نبعت لهم عربية تاخد ما تبقى عندهم من من الأساس لو عايزين، ولكن الكل الوحدات السكنية مفروشة بنسبة 100% وعلى أعلى مستوى. برضو بالإضافة إن إحنا كمان حطينا كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن سواء فيما يخص يعني الصحة والنقل والبريد والخدمات العادية، يعني عندنا برضو ما يخص برضو التموين والمواد اللي هي الخاصة بالسوبر ماركت، كل الحاجات موجودة ومتيسرة ومتوفرة. وفي نفس الوقت بنقول لهم يعني ده مستوى معيشي افضل من اللي كنت طبعا عايز. طب سياده المحافظ احنا عملنا حصر اجمالي بقى، حصر نهائي، احنا كنا بنتكلم قبل كده في حصر مبدئي، دلوقتي الحصر الاجمالي النهائي يا فندم للاسر المتضرره، حضرتك كنت بتقولي 2500 فرد تقريبا، بنتكلم في كام اسره وكم او كام فرد تضرروا سياده المحافظ؟ على مستوى بعد بقى الحصر الدقيق اللي بيتم بواسطه الجمعيات والتضامن وبواسطه المحليات، احنا وصلنا ان في 106 بيت منهار تماما، وبرضه عايزين نؤكد تاني على كلمه بيت منهار. احنا بنتكلم عن بيت مبني باللبن، بالطوب اللبن. ايوه عشان المعلومه تبقى واضحه، يعني طبعا عشان اي مطر هيتكرر تاني هيتكرر نفس الموضوع، نفس الشيء لو اعيد بناؤه بهذا الشكل وفي هذا المكان.
طبعا. ف106 بيت منهار تماما والانهيار الجزئي 364. مفيش اختلاف، ولكن بنؤكد على ان اي بيت من البيوت اللي حصل لها انهيار كامل او انهيار جزئي، احنا بنؤكد ان اي بيوت في هذه المخرات، واحنا برضو حاسبينهم هم 55 عموما يعني. يعني 55 بيت بس هم اللي محطوط، هم اللي في المخرات، مظبوط؟ بالضبط كده. والباقي يا فندم هتعملوا فيه ايه؟ احنا اولا بنخيرهم البيوت اللي هي طلع لها قرار ازاله، لان احنا بنتكلم على ان مفيش معاهم موجود ملكيه اراضي يعني. لكن في كل الحالات هم معانا وفي رقبتنا ومسؤوليه الدوله ومسؤوليه المحافظه، واحنا جايين عشانهم، ولكن احنا هنراعي كل حاجه، هنراعي صفه الوجهات بتاعت رئيس الوزراء، وان احنا مفيش حد يدار. يعني بمعنى انه لو حد يعني 55 بيت اللي على مخرات السيول دول مش هنرجع نبني في نفس المكان، البيوت اللي لها ازاله برضو مش هنرجع نبنيها مخالفه، لكن لو في بيوت لا يعني مرخصه واخده رخصه وكده، دي هيعاد بنائها؟ فورا، هو شغالين فعلا دلوقتي. يعني عايز اقول لحضرتك ان ما فيش مكان حاليا في ارض اسوان، في مدينة أسوان أو في دراوي، دول بس حصل فيهم الانهيارة، مفيش فيهم مقاولين شغالين. طيب أنا بس بقول دي ليه؟ علشان يعني الناس تطمئن، ولكن أنا بقول لو الناس دي عندها الرغبة إن هي تسيب أماكنها وتيجي، أنا بقول أنا عندي 504 وحدة. نعم. سكن فيهم 83 ويروحوا فقط. يشوفوا يا سيدي، يعني يا فندم يروحوا يتفرجوا ويشوفوا ويمكن يعجبهم، يعني قصدي يعني كده يعني. تمام صح كده. يعني يروحوا يتفرجوا يعني. ماشي يا سيدي، انا بس بقول لحضرتك اتفضل. ان شاء الله بنعمل ده وبنشتغل على ده، فما فيش مشكله ان شاء الله، وانا عندي امل ان شاء الله ان الاعداد كلها بالكامل المداره تكون موجودة إن شاء الله. على الاجتماعي ده إن شاء الله بإذن الله. والأهم طبعا عدم البناء العشوائي تاني، يعني مش أن أكيد المحافظة لن تسمح مرة أخرى بعودة البناء العشوائي، إن فجأة نختفي كده فنلاقي فجأة البنى طلع تاني. حضرتك دلوقتي كلنا على الهوا، يعني عندنا دلوقتي حاليا مع التحول الرقمي والجيومكانية والأماكن اللي هي بيتم رصدها، اي طوب بيتحط في اي مكان بيترفض وبنتبلغ فيه على الهواء فورا. نعم. بعت لنا ان هنا البيت ده فيه هنا مجموعه من الطوب لسه هيتبنوا، او في اتنين مدماج طلعوا، او في مكان فيه تعديات، فاحنا حاليا دلوقتي بنشيل التعديات من المهن، يعني ما بنديش فرصه ان التعدي يوصل، ان بيت مستقر وفي اسره واولاد. نعم. وبنيجي بقى ناخد معاهم اجراء، فالموضوع دوت بيسهل علينا كتير جدا. شكرا سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبرضو يعني مجهود كبير من المحافظة من الدولة لمواجهة هذه يعني الأزمة في أسوان مرة أخرى. احنا قلنا القصة مش بتكون الأزمة، القصة هي التعامل مع الأزمة، إدارة الأزمة هو ده المهم، هو ده اللي بنقدر نحكم به، هل هذه الحكومة قادرة على التعامل ولا غير قادرة على التعامل. الحقيقة في عدد من الأزمات شايفين أنها بالفعل قادرة على التعامل مع الأزمة، وهو ده اللي يهمنا في هذا الأمر.